وقدمت الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون برعاية وزارة الثقافة العرض المسرحي البصري الراقص بعنوان السلام على مسرح دار الأوبرا، وهو من إخراج سوريانا ورؤية بصرية للمخرج بسام حميدي. يا سلمى، أكيد هادي وقدم العرض لوحات فنية مختلفة تم الدمج فيها من خلال طبعا الرقص الإيقاعي والمعاصر والباليه، إلى جانب رؤية بصرية خاصة للمخرج بسام حميدي. لنتعرف أكثر على هالعرض المسرحي وتفاصيله وما يميزه عن العروض الأخرى، بيسرنا يكون معنا الأستاذ بسام حميدي مخرج البصري للعرض. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. بالبداية مبروك نجاح العرض، خبرنا أكثر عن فكرة العرض. الله يبارك فيكم، شكرا على الدعوة أول شيء. هلا نحن أكيد هو من العنوان مبين نحن عاملين مسرح عرض بصري راقص اسمه السلام. السلام يعني أحسن شيء بالدنيا وبالكون هو أن نكون نحن عايشين بمحبة وسلام، يعني السلام بجيب الأمان بجيب المحبة. نحن هون طارقين الفكرة الأساسية من العرض هي كيف نحن فينا نقول للأطفال أنه نحن بحاجة إلهم وهن بحاجة إلنا، يعني نحن مع بعض ممكن يصير بالاتحاد قوة أنه نعمل شيء، وإذا تفرقنا بشيء بصير شيء سيء كثير، يعني بينعكس على الطفل وعلى الكبير وعلى الصغير. فهي الفكرة كانت هي الأساسية، السلام والتعاون والمحبة والإخاء، لنقدم شيء كثير نحن هلأ بسوريا محتاجينه، وبلشت البوادر خير. فنحن أكيد انطلقنا عن طريق الطفل، لأن الطفل هو هلأ عاش مرحلة الحرب وكذا وهيك، هلأ لا لازم هلأ نحن عايشين الحمد لله هلأ أمور البلد كتير تحسنت، يعني فخلص في صار محبة في أمن للطفل أنه خلص أنا ما عاد خايف من أي شيء يصير، يعني خلينا نقول فترة الأعمار إن شاء الله لقدام إن شاء الله. أستاذ بسام، يعني حضرتك بأغلب اللقاءات دائما بتحكي على أنه الرؤية البصرية للأطفال جدا مهم أنه نحن ننميها ونقويها ونعزز هي الرؤية من خلال استخدام كل أدوات الفن المتاحة وبالذات على المسرح اللي هو نعرف أبو الفنون، يعني فكيف قدرت تدمج كل هاي خليني أقول الأشكال والأساليب الفنية بعرض يقدم بسلاسة للطفل؟ تماما. هلا نحن هذا العرض شقين، يعني شق هو الرقص والبصري بشكل عام. يعني هلا كان في تعاون بيني وبين مدام ديانا درويش، يعني أنا كتير بعزة وكتير هي عندها أفكار جديدة، يعني هن عاملين أكاديمية سوريانا. هي أكاديمية عم تقول مو بس هن جمباز ورياضة وقصص، هن عم يعملوا شيء ثقافي كمان. يعني هاي خطوة كتير لصالحهم، يعني فهن دعوني إنه تع نعمل عرض له علاقة بالجمباز وله علاقة بالرقص بس بطريقة بصرية جديدة، يعني مختلفة. بلشنا هذيك السنة عملنا حكاية الأحلام، كان عرض كتير مبهر وجميل، يعني مع الرقص مع الكذا. وهي السنة عملنا السلام، يعني السلام عمل يعني النقلة خلينا نقول أكبر من هداك العرض، لأنه خلاص صارت الناس والطفل بدك أنت تأرجي شيء كتير مبهر له، يعني ما عاد هو بصراحة، يعني أنا احترامي لمسرح الطفل، يعني إحنا هذا الواقع اللي نحن صرنا فيه، صار الطفل هو أذكى من قبل كثير، يعني اللي عم يشوفه لأنه في أمامه وسائل كثير عم يتعامل معها، عم تقدم له كمية كبيرة من الإبهار. أوكي. مو مثل سابقا، يعني تماما، يعني أنت الطفل خلاص صار بحاجة أنه أنت تأرجيه شيء مبهر لحتى هو يستمر، لحتى هو يحب المسرح. يعني إحنا لازم هلا نتعامل مع الطفل كيف عم يشوف. هذا المهم، يعني هلا أنت على اليوتيوب وعلى الفيس وعم يشوف شغلات كثير تقنية خلينا نقول، يعني مبهرة كتير. فأنا حبيت أنه نقل على المسرح، فصرنا نحن نشوف نحن هذا الطفل كيف أنا دراميا بالتعاون مع مدام ديانا درويش أنه كيف نحن بدنا نحقق عرض مسرحي بالدرجة الأولى وبصري. فرحنا على الأفكار أنه نحن عطول، يعني مسرح الطفل عطول عنده الخير والشر وبينتصر الخير عطول، يعني نحن هون عملنا شيء كمان أهم، إنه هو الطفل صار عارفه هاي القصة مانا جديدة عليه، نحن لا صرنا نحاول نحول الشر ونقول له كيف يتغير ويصير خير. فنحن كان أنا عن طريق شغلي كان عندي شاشات وعندي كان العرض كله قاع البحر، يعني نحن جينا الفكرة إنه تعي وين نعمل المشاهد هدول الرقصات كذا.
فإن نحن أكيد العالم كله بحاجة للسلام، مو بس سوريا يعني. فإن خلينا نبعد نبعد نبعد، روحنا المنطقة كتير بعيدة، هي قاع البحر. أكيد قاع البحر كمان هم بحاجة للسلام يعني. فكرة يعني غريبة كمان. إيه، لأن إحنا عم نحكي عرض أطفال يعني. تشوفي بالأطفال ممكن السمكة تحكي، ممكن ترمز، ممكن خيال. شيء صحيح. تماماً. فنحن أنا رحت بقى بالاتجاه إني أخذت الأسماك اللي شكلها كتير بتحسيه كتير بصرياً حلو. فأخذنا نحن لمرحلة العلاقة بالخير يعني. بيجوا الشر فبيعكروا هذا المكان تبع البحر وكذا، بيروح هذا الألوان الزاهية وكذا، بنشوف سمك غريب شكله يعني، أو شكله فيه شوية خوف يعني كذا. بتصل الفكرة للطفل إنه هذا تغير المكان، العمق البحر اللي كان كتير عاطي شيء مرتب تغير، إجوا هدول عكروا المكان. فأجوا هنيك الخير الأسماك الثانية اتحدوا وحاولوا يقنعوا الشر إنه تغير وصير خير. هذا كله كان عم ينعمل على الشاشة الخلفية، هي الأسماك بنفس توقيت الرقص. لما كان الرقص عم يرقص الأطفال فكانت الشاشة عم ترمز للخير، تعكرت إجوا الأشرار فتغير الرؤية البصرية يعني. كثير صار الطفل عم يشوف إنه هون في شيء حلو، لا هون بلش يتغير، بعدين رجع حلو. فهاي كانت أنا بالنسبة لي معاناة، لأنه أول شيء أنت عم تعملي رؤية بصرية لمكان هو واحد يعني بقاع البحر يعني، أنت ما عم تروحي مثلا صحراء غابة جبال، هاي كرؤية بصرية لي أسهل يعني، أنا بغير المكان فبيصير أسهل لي. بينما أنت بنفس المكان بقاع البحر بدك توصلي هاي الفكرة للأطفال. والحمد لله يعني طلعنا نحن بنتيجة يعني الناس يعني، نحن بنستنى الناس شو بتقول يعني، نحن بنقدم اللي علينا، وآخر شيء بنستنى الناس إنه العرض حلو، عرض جديد، عرض عمل شيء. هالأغلب الناس اللي حضروا كتير تفائلوا بهاي التقنية الجديدة، هي موجودة برا بس نحن أنا يعني فوتت على سوريا وبلشت يعني حدثها عن عرض تاني، عرض جديد كذا، هيك إني أعمل شيء ما هو معمول بسوريا أو بالوطن العربي، هو خارجيا موجود. وطريقة استخدامه أنا بحاجة يعني لحدا مثل ديانا درويش وفادي بهلوان، هن اللي عاملين هاي الأكاديمية عن جد المحترفة، اللي عم يتعلم الطفل بين الجمباز والرقص والسمع، لأنه آخر شيء نحن عروضي أنا هي راقصة يعني، عرض بصري سمعي بنفس الوقت. فهون كمان نحن الطفل عم يتعلم أشياء كثيرة مهمة، لحتى أنت تقولي والله عملنا شيء جديد على مستوى مسرح الطفل. لأن أنا برأيي لازم بقى نحن عطول ننتقل نقلة يعني، عطول جديدة بنشوف الطفل وين عم يتخيل عم يعمل، نروح نحن نعمل شيء اللي هو عم يتخيله ونأرجي إنه هون صح هون غلط بطريقة بصرية أكاديمية يعني. وإن شاء الله يكون عملنا شيء يعني حقق نجاح أكيد. يا رب. يعني خلال حديثك يعني عم تخبرنا عن الرسالة أو الهدف من هذا العرض، خبرنا أكثر كيف قدروا الأطفال ينفذوا هي الفكرة، كيف كانت التدريبات والتحضير للعرض؟ تماماً. هلأ أنا بجتمع مع مدام ديانا قبل سنة يعني إحنا هلأ خلصنا العرض، رح نشتغل على العرض الجديد. عن جد لأن أنت ما تقولي كل سنة عرض هذا طبيعي جداً يعني، لأنه أنت بدك بقى تعمل شيء مميز وفكرة مميزة. وعطول نحن ما طلعنا من حكاية الأحلام إننا نعمل السلام، بس السلام مختلف بصرياً، الرقص، طريقة فهمه للطفل يعني. آخر شيء الطفل بده يؤدي شيء لازم يكون هو فهمانه عارف شو هو. هلا شيء المميز إن هن عم يدمجوا بين الجمباز والرقص والرقص يعني الجمباز يعني الرياضة والرقص والبصري يعني. أنا هاي اللي تفاجأت فيه، إني أنا كنت أعطي ملاحظة للأطفال إنه
مثلا هاي البقعة لازم توقفوا هون، انتوا الكتلة الثانية لازم هون، انتوا كذا، فكان استوعابهم خطير. يعني انا ما اني لازم اقول لهم الملاحظة مرة ومرتين، لا هن فهمانين، وكنا نقعد معهم نشرح لهم انه نحن بدنا نعمل عرض بصري يحكي هيك عن المحبة وعن السلام وهذا المشهد هيك. هذا هون الطفل انت صرتي عم تعامليه كشخص، ما انك عم تعامليه كعقلية طفل مانو فهمان، لا هو واحد كثير مستوعب الشيء اللي عم يصير. والتعامل ضمن الأكاديمية عم يكون هي خلص عملنا نحن قلنا بدنا نحكي عن السلام، في عنا لوحات خير في لوحات شر، فهي بتبلش تشتغل فيها، بحضر أنا كل فترة بقلها بصريا رح نعمل هيك، هي تقلي أنا بالرقص ممكن نعمل هيك، نتفق على الإخراج العام أنا وياها إنه نحن آخر شيء وين رايحين بالعرض. هذا عمل كتير شيء ناجح يعني للعرض، والأطفال كتير يعني صار عندهم حب، يعني حبوا الجمباز لأنه بيعرفوا أنه الجمباز كمان فيه رقص، عرفتي كيف؟ فساعدت كتير. وأعمار عندهم أعمار من 7 سنين ل 20 سنة 22 سنة، ففي تنويع بالأطفال يعني، وهن حبوا وصاروا مثل ما قلت لك كتير بالنسبة لهم العرض البصري يشدهم بطريقة غريبة. يعني إما كانوا عم يشتغلوا مثلا بالأكاديمية بتلاقيهم يعني لسه في مخيلتهم شيء ما نون عارفانينه اللي أنا بدي أقدمه. هلا بس نروح على دار الأب ونعمل بروفات بتحسيهم ما بدهم يتركوا المسرح، إنه تعلقوا بالمسرح مع إنه هم كتير رياضيين يعني بالقصة. فكان تقبله كتير يعني شيء ممتاز يعني، والتعاون كان بيننا وبين الأطفال بطريقة انه هن قلت لك حبوا لانه هو شيء جديد عليهم، وهن عم يطلعوا بشيء ما حدا عامله. يعني ما تطلع الطفل بتعرف الطفل اي بيقول لك انا بدي اطلع مميز، لان فعلا هن مميزين، بتلاقي كل حدا فيهم له شيء نحن عاملين له، فبتلاقي التمييز صار مطلوب للطفل. يعني هلا الطفل على طول يعني هلا عارف وعم يشوف وكذا، صار هو يحب انه يتميز، نحن بدنا نساعده بالتميز هذا تبعه، وقلت لك بطريقة إنه نوصل له إياها بطريقة بصرية هو يحبها. والجمهور يعني إحنا آخر شيء العروض البصرية هي عم تكون للعائلة أكثر. يعني أنت مثلاً بتجيبي معك أختك الصغيرة أو ابنك أو شيء، فأنت كمان تستمتعي، يعني أنت عم تشوفي مثلاً هالنصة أو ساعة عم تشوفي شيء بصري جديد، فكرة جديدة، بتطلع الطفل حتى الموسيقى ممكن عم دندن ممكن إذا في غنية عم يحكيها. وأكيد نحن الأغاني هي مكتوبة يعني إلى يعني ما في شغلة نحن بنعملها بالمسرح إلا ما تكون إلى دلالتها، يعني صحيح ممكن تحكي عن التعاون عن المحبة عن الخير، يعني هاي القصص كتير. أنا عم حس إنه في شيء يعني هذا المسار اللي أنا اشتغلت عليه عم حسه عم يتطور يعني شوي شوي، وعم ينحب أكتر. وانا عم جهز هلا لعلاء الدين والمصباح السحري كمان بطريقه بصريه جديده يعني حلو. واكيد مع الاكاديميه عم نعمل شيء ان شاء الله لقدام يكون مميز، يعني يكون غير العرض العادي. يعني انت هلا انا صار الحمد لله في جمهور بيقول بسام بيعمل بصري يعني هيك، فانا صرت خاف اكثر، يعني انا لازم في مسؤوليه اكبر تماما صارت. لازم كل ما انا عملت عرض لازم يكون مميز عن العرض الثاني، ما يكون نفسه، ولا إلا ما في داعي أنا أقدمه بصري. يعني خلص ساعتها بعرض عهدي بصريا أنا عندي خوف كتير إني أنا لازم طور شيء، يعني يكون في شيء جديد على التقنية. يعني هلأ أنا صار لي 4 سنوات تقريبا كل ما للأمور يعني عم تتطور أكثر. هلأ عرض الأكاديمية بالنسبة لي كتير مهم، كتير عم يعمل للناس عم يقولوا انه هاي مثلا الأكاديمية جديدة عم تعمل عروض بصرية تشكيل الأطفال، وهن كمان جمباز واخذوا جوائز حتى بدبي وكذا وهيك. يعني انا بظن ما في شيء يعني نستهون فيه نحن من ناحية الطفل، من الثقافة للجمباز للرياضة لأي شيء، يعني لا هو رح يساعد الطفل، واخر شيء كله هو حيساعد يعني انه نحن بالبلد يصير في جيل قادم يعني عارف، مو هو جيل بعيد عن العالم الخارجي. اكيد يعني اكيد الثقافه للطفل هي من اهم عوامل خلينا نقول تطور المجتمع للامام. بدي اتشكرك كثير استاذ بسام على كل هالمعلومات، وان شاء الله من عرض لعرض اكثر جماليه واكثر احترافيه. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك استاذ بسام.